بسم الله، الحمد لله، صلى الله على النبي محمد وعلى الصلاة والسلام. ولا يا البنتي دد بها دد بها أنا ما أعرفت ولهي اللي أرتان أو كل قدود محاوقة هلو هلو ويسيدة هين مركا أبرا حتى أسنا صدق انتاهي مجع اللي وحي عانا حكتو هذا خاص خاصة عانا وين مجع اللي إنا كهنا صدق بضنا وحجع لها وحا وحكوا وقان كرام وحكوا وقهينا كهلا الجعل ديك الحقا مرربو ذا نواتك عيبو بيس مركب بالوحان ان ادى حبته هو سموقي لكي محن وقا اين هاد الرهجي لب اللمي او مارك مرربو ذا نواتك مغلي غول هذا لا كبح ذي غول لا كبح ذي لكن يعني كيسس كاسانة لسعون ان لب اللمي وعيرها قروة كمغلي مالكي محيا هيك مركب حق هذا بدن وكهاي مال لكن لو شيء ومبان أنا كسوق هذا كرا حقت معها لكن وحي عن علمك ويا لكرا ميد وحويا وحق مالت الدولة ده يبقى كودة الدولة ده هاد الجراء سيد بدن هذا أصل هان يك ودولة علمانية وعي أصل هان وحويا سيد بدن هذا وح أي سياسة دودو كثير سنت هاي وانين اللي يراهدو أو تلياني هاي وميكافيلي اللي يراهدو عموما مركز سياسة الدول كهد الجراء يعني وحيالها يكو قطنطو وانين كاس يوركيس غلوب بالكتابة إليه غلوب بالكتابة إليه مركز تبقى مركز الدول كجراء واساس واي مركز دلين وحان قبا مالكي مالكي محوه بلا مدن للقلو والدتك للقلو إن عن سيدي لوجو تلاقي له وفين ودرين كاس واي بجرا يعني خلفيات كودان عن يراك هالله إيه هو حجي هذا إن لسوي حرق ليه أي أيق أمهم سن يعني عدي ما ارتبلا كل اللي قاله هي إن لسوي حرق ليه أي أمهم سن أيك خاصة تندتك معارضة مركا هذا حاجة أنا قد مينتا حويا إله سبحانه وتعالى آذ وارنتاس وغلها الله يوفوا أوفوا 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 بالعهد إن العهد كان مسؤولا ونهاية مر هذا عهد قشيت وإن أدو في سدوان عهد عدد قشيت وإن أدو في سدوان إن مدى كلاه وحويا عندنا إله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ونهاية يعني وحيا له لسكوا فقوا مارت لك لقرته وإن لقوا في يوه نبي صلى الله عليه وسلم وكي حديث نك اللي يراهدو أحمد أورين هايو درجدي سعول المضي حسن كشيغا أيا مارت وحولي هاي يعني لا إيمان لمن لا أمانة له ولا عهد ولا 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 دين لمن لا عهد له يعني نينا أمانة لهين إيمان ملا لمن عهد لهين دين ملوى مركا يعني مركا قفكا وحا حكومة مركا حد قرنيسا حتى النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية وحيالها وحيال لقبا لهم هاي يعني إنو سيدو دي أفليو وحتى أسوقو مارتا يعني مرر وحيال بضن الله إسليه كروا أبنا ناية أيا وحا دعضي مارتا إن سيدو دي إلو أفليو إلهي سبحانه وتعالى وقرب الله وانا فرمتي خير بدنا على جهلي وإلهي فتحي وقت المام مرك وحيالها وضتك للب لمو واخدت رواية إن مارت الأوفيو وضروري وان مرك ماش هاس دول كاس وحنكو أقعنا إني وحسو قلين تاس وما ريدونا الضبع حن وكلي ليهين وحويان حق قبلها نكو أقعني حق يعني دومرك قورسي قول مهرك حقيسي أي واحد به جيران مارت إلا قبر وحوله بضان الشيء قريسا مركز إليه يهين إيقو حر هاي قحو بيسي إيقو حر هاي وعارين قد تروه إيقو حر هاي وحر بارك بارك كذا نقا قاضينا إيقو حاسيين أمولينا ظروفها هدو ما أنت الجراء وحيالها كلهم كو أركي وحويا ومسيدة بضان أددك بعملي عام كيهين أمولينا مثلا نما مالين إلى الجوغة ننكروا رب الله سنة أنا إيقو مركز إيقو صهور مر أنا إيقو إلى الجوغة مركز ونين كي يحب صوّع أي مركز وحولية وكوكس ولوه أي وهالكاسن صو مرايا ويا بأني جوالي يا أخ مار
maartay qofku inuu asagoo maartay waxuusan uusan samaynin uu yiraahdo waa sameeyey waa arrin khatara waay marka yacni cudurdaan qofku inaad ka cududaata waa meel aan xoogaa ku maqanahaye waxa weeye waa kuu imaanaya insha allah waa kusoo dadaalaya waa maarata meelba xoogaa arrin naga haysataa inaad saa tiraahdo oo tawriyaadka jira waxa weeyaan oo la yidhaahdo bahalkii muxuu tawriyaadku yacni beentay waxay ka noqdaan maaragtay ay kaa leexiyaan ha oo maar sarbeebta ha laakiin waa soo dhowaa meel heblaan soo maraya waxaas xaqtan khatar waay marka dabeecadaas marka waxaa weeyaan jawga jira ayaa sidaas ah taas marka waa dareemhayaa inay dhici karto maaragtay muxuu ahaa nimankaas wixii lagula ballamay inay sii ka noqdeen waa dhici karta oo xaggaas maaratay dowladda ay wax uga noqdeen ama sidoodii aan loogu oofin ama maaratay bahalkii muxuu ahaa waa dhici kartaa in waxay ka yiraan yacni ma si xogkama hayaan ka wadaa laakiin waa dabeeco khalfiyaadka aan ku garanayo waa khalfiyaadkoodaan ku garanaya yacni duulku waa khatar waaye waxyaalaha maaratay yacni xataa waxyaalaha cajiibta le waxa weeyaan qofku markii wax u qorayo ayaa la yidhaahdaa ninka hebel ahaa laba saxiix uu leeyahayo midna waa amar midna waa khiyaari waa waa saxiixi warqada saxiixayo marka waxyaalahaas oo dabeed duwalka waa ku aqaana khatarka ah oo ballanka iyo maaratay sida ay ka yihiin dabiica ahaanan ku aqaanaa laakiin hadda qadiyadan sida saxa ugama warqabo laakiin waxaan un maqlayay qolo walba inay qolada kale ku eedeynayso inay maaragtay lahayd waa ballankiiana lakaga baxa qolada kalena inkiriisi marka yani midaas waa midaas wadaadada xaggoodana waxaan ku aqaanaa nooc oo maaratay dhowr arrimooday leeyihiin oo nooc qalafsanaana waa leeyihiin nooc qalafsanaana waa leeyihiin khaasatan wadaadka maaratay sheikha macalinka ibn macalin xasan macalinka waxa weeyaan nooc qalafsanaan uu leeyahay oo hadda anigaba iga soo maray annagaba naga soo maray uu leeyahay midda kale waxa weeyaan mar haddii ballan la galay isaga wadaad yacni deed wadaadnimadooda maarata waxwaa ka qabnaa laakiin ballanmuu galay ninkii nin wadaada waaye wadaadadu ku tirsan yahay ballanmuu galay ballankii hadduu galay si kastaba ha noqoto ciidankii wareejiye ballanmuu galay waxba maarata kolleyba waxwaa ka soo gaareen waa dhici kartaa marka yacni inuu sidoodii u oofiyo wuu lahaa wixii ka maqanna oo maarata yacni gadaal ka raacdaysto wuxuu kale oo aan aniga jeclaa oo yacni qofku waxyaalaha waa kala laba waaye yacni waxna waa mabda waa waxna waa masaalix waa marka mabda qofku inuu ku adkaado waa jeclahay hadday wax mabda ka yihiin oo maaratay hadda khaasatan iyaka wadaada waaye ay diin ka yihiin markii hore ay mowqif saxa ka qaadan lahaayeen oo shuruuddeeda ay ku adkaysan lahaayeen haddii maaratay laakiin ay maslaxa timaado maslaxada waxaan jeclahay qofku inuu maaratay oo u tanasulo u hogaansamo oo ilaa masaalixdii waxwey labada dhanba waa dhici kartaa dhan inay ka dheelido waa dhici kartaa dhanna inay u dheelido waa dhici kartaa marka yacni tan marka waxaan isleeyahay ayaanu wada waayaraha xoogaa difaacay markii maaratay wixii la siiyo labaatankii qof ahayd oo aan arkay odolyaalkii oona maaratay yacni hana laga soo celiyo oo maaratay iyaguna xoogaa wa eedeynayay waa ka celiyo maaratay waxaan idhi maaratay nimankii wixii aada siiseen adiyagaa fadli idinku leh yacni wadcigaan ka hadlaya anigu hadda muwaafaqo ayagaa ma ka hadli marka dabeecadaasna waa iska leeyahay oo wixii maaratay aan isiraahdo maaratay qallooca ku jira inaan maaratay intii tabartay wax ka toosiyo oo waa jeclahay intii tabartay in wax ka toosiyo waa jeclahay marka inay maaratay mar hadday halkaa gaartay wixii ka dambeeya yacni in ceeb ka imaan karto oo dareenkaasaan aan qabaayo maaratay deed maaratay in ceebu ka imaan lahay oo hadda markii mar haddiiba maaratay daad ballan gashay ciidankii wareejisay oo maaratay bahalkii maxay kolleyna waxna uun maaratay idinka soo gaareen balaqsiba ha ahaatee waxa weeyaan in maaratay halkeedaas ay ku daayaan sharafka ka xigaan waa iska jeclaa runtii waa iska jeclaa laakiin yacni dhibkaas waa haystay waxaa kaloo ku jirta taqyiimka oo maaratay taqyiimka oo xagga ciidannimada iyo
أيسن ما أيسن ما أيسن ما أيسن إيو يعني تقييم ك يعني دولة نمدة إيو تقييم كعيدا كإيو وحاسلة ما أيسن أقولين ودت واحد كنت ألقى لي دتك شعب ك دتك شعب ك هي وحويا هي وحوي ودت كم ساكينة وهاي ولا جاء دقي هلا جاء دقي دتك دوسات ساكينة مركب وحويا يعني أنت أصلا أنا مركب كل يا المودير كجرتو مركب وحنس لي هذا يعني تقييم قلت هي على الاقل دهنيد يقول الاقل دهنيد ما قرنا يعني تقييم كاس ما انا هي اللي نسيت رمت اي لكن ضد كاس دي من الى هي ما اريد كادش كادش من ده ويا راح اوقع ضد من ده عاد فهن سكي جرت اي اجرت وانا من سيده بدنا واحد انا خلفيات كود اقونين مجعلي ماركا واحد عادي واجي سم سمك يعني كسور نقوني ايا شيخ ادم شيخ ادم عبد الله ومارتي وشيخي ومارتي سبهايسك جو بجري أيام سو زيارتون أميت مركز أن وحن وشيكي وحياله مارتي يعني يدد أنا قو قوبتان كورقبي قوبتان كورقبي يو مارتي سراكيش يو داق داقن كاسا كورقبي مركي أن مارتي وركي أن طما يسني أن كسو تيجي مركز مساج كان سبهايسك هايدي ماشي بنانك جدك أكتي سمارا مارتي جدكي بكسو دعيرو وأسوي أرداء يقدمي. مركز الشيخ هذا محاجر مركز سويري والهلا وحن ربي الهاب ويري وحاس قد إيش يكتي هنا قرتي. مركز وحيري خير الله كسياد جانب كوحويان عيدا كون بان كورقة جانب كسياسي جهنا كورقة بين هذا. جانب كسياسي جهنا كورقة بين مركز سداسا مركز وحويان أنا مارت قرين كي وقابتي ما هني. يعني لما يصيرون أبا هيو حاجة سياسية وحي يورن إنها تكور قبتيد وخلفيات كانت تكور قبتيد وحسي كوي مانينها تكور قبتيد وماليه لقلي ماليه للتقي وحيالي اللي يصيري وحيالها صورنا مارتا إغم مقانان يعني مركا واقاسن هذا أرشيف وهذا وحيالها صلوغون نقضنا ما عيس ما عيسن ما عيسن إلا هذا هذا ساس أبا جيلان أمالين يعني لكن هذا وحالي هيلا يا ضد أون مارتا يعني مرة يلور ورسنا وأركا يقلال يو نكل جينا هذا على سوون تبي ركبوا ذا اللي ورسنا عليه مركب كيس كاس وادر مركب على كل حال يعني وح هدان المارتي يعني الأطراف تي ذا هذا قرنين حوجا مارتي ويا رها والوعي جوبا مركب سيد سيد بدنا مركب كيس كان لبدان كيس أمبا أندريم هيا مركب ماشي إن مارتي يعني بل مدينة كل وحكة جيران بهالكيم حي هاد حق يو مارت مصالح دي يو يمفاسد دي كلا سعيد دي دينا إن وحكا جيرانا درين كاسان قبا درين كاسان قبا مركا ولا هيا المركا وحويان وحادا عنيقا مارت ماشي سأمالا إيقا إيدا يو وايسكي وايسكي ريهين ومحاوق هادي ويديد هاسو مباروسو قلي ما هاني وحويان ما هان كيس هادا أو المقعيسي ويد هادا نوان اسكي جرتا وادا وحويان وحيالا إسلا سعودية جيرا هادا ووضعي حد الدولد وقابك أي كسعته لو هذا كهرنا وحواك كشيك شيكي وحويان ديدو قاب عن سلية هاي وضعي كاني يعني سي مارتي وحكتنا لندونا عن قرنيني أيان دريم هاي هدي مارتي أي ماشات هاي هدي مارتي دقيدت هاي هدي مارتي هاي تهاي مارتي جبوينك هدي تهاي مارتي يعني حقا هو يراها درين واقبا إن سي عنا فهم سنين قاب عنا فهم سنين إن وحوس السودان درين كاس واس كقبا وحقا عليسا يوجر عبسيها يوجرتا والوحوس دين نقون كرام ويوجرتا لكن هذا ما رتي يعني هذا سياسة دينا كبجرو وحويان وحيالها السودانة ويراها حقا عبسيها كقبا وما رتا أما ماشي حميد لغو السودان واسلاي هاي اصل كي يعني دولد ان اي دولد دين اي ايدو حوغيستو حوغ يالتو وا وحل ربو واي لكن هدا واحد مودا ان كفي عنت هاي ان مارتي يعني وحل اسكوغي هاي ان لغو السودو وحل وحل اسكوغي هاي ان لغو السودو كفي عنت هاي انو ودي دن وا دد وا كوم يعني موافقه دي اول بما جيرين وا وحويان ديد وحويان انو هدد ميشان وحان ربنا وحان ان دين لغو سليهو والدين أي كوس عطو وإلهي سبحانه وتعالى الله جبقه وجدك إلهي إلا راعه تاسع المركب وحنا وحرنها وحرنها بواساس وحين الود لا واساس وحين مارتنا الولد قال ما واساس عالم كورنا واساس ومال والواكاس مارتك مسلمين تا ماشي ومارت حقا إفير كسو بحبة
ama waa la dilaa ama waa lala dagaalamaa ama waa la burburinaya, waa saas waay. Marka taasna hadda waa wax iska jira oo maarata ilaah subxaana watacaala asalkiisa baa sugaynaa, amaan joogna ama yaanan joogini. Laakiin khadkaasan anagu aan maaratay aan ku taaganahay oo dowladiyadii khaasatan dadka iyagaan islaamka ah oo muslimiinta ilaahay muslimka wada dhigo sunnada ka wada dhigay, yani khaladaad dadka waa iska galgala oo waa daciifaan, dadku waa daciifaan, khaladaad waa galaan. Waxaasoo dhan tasxiixeeda iyo maaratay iyo xoojinteeda iyo soo celinteeda iyo waxaasoo dhan waana nala ka rabaa sida runta ah. Laakiin haddeed macnaha waxaan ka hadlayaa wadciga marka aan ku jirno akhasab lagu noqonaysa wixii aan ka naqaanay inaan ka taataabano, wixii aan ka naqaanay inaan ka taataabano. Marka wixii haddeed aan ka naqaano waa wax weeyaan yacni nudumta oo saasa, nudumta oo saasa oo nin Kasmikabeli waxyaalaha la yiraahdo waxaa ka mid a kitaabkiisao dhan wuxuu ku salaysan yahay la yiraahdaa waxa weeyaan wixii aada meeshaad rabtid saad rabta ku gaar. Ha algaayatu tubarir wasiila wax la yiraah ayuu leeyay, yacni meesha aad rabtid saad rabta ku gaar, xalaal iyo xaaraan. Yacni waxyaalaha uu sheega waxaa ka mid a maaratay in uu maaratay yiraahdo ninka madaxda marka uu kala la hadlayo uu yiraahdo waxa uu ku sifoobo waxa ugu fiican munaafiqnimo. Yacni macnaha wuxuu ka wadaa dadka waxuu u sheegaya wuxuu samaynaya inay kala duwan yihiin, wuxuu dadka u sheegaya inuu wuxuu samaynaya inay kala duwan yihiin. Marka arrintaas marka ghaaliban haddaysan arrintu aysan maaragtay dee daraf xoog leh khaasatan ousan ku tacalluqinin, daraf ka xoog leh oo maaragtay arrintiisa fushan karaahi hadduusan ku tacalluqinin ayaga marka dadka oo masaakiinta ah oo shacabka ahi waxa weeyaan sida ay rabaan waa ula mucaamilooda, walxaqu yuqaal waa waxaan garanayna waa sida ay rabaanay ula mucaamilooda waxay rabaanay ku dhahayaan. Marka qofku u yimaado maarata yacni waxa uu asagu qofku uu dareemayo waxuu dareemayo inuu qofkan ku qancaho ku dhahaya waxuu rabaan waa samaynaya, waa wax macruufa waay, wax macruufa waay. Marka dadkan hadda maanta jiraad oo maarata cilmaaniyiintana waxa weeye meesha ka shidaal qaataan halkaas waay sida badanaa. Marka taas marka waa fahmaya cilmi ahaan u fahmaya, cilmi ahaan u fahmaya. Laakiin tan waxa weeye xogteeda aada wax badan aanan ka garanayn, xogteedana aada aanan uga haynin meesha ciladu ka timid. Ilaa waxa weeyaan ninka la yiraahdo isagana lala ballamay, ninka la yiraahdo xaaf oo waa lala ballamay isagana maaratay cigta u taagtay, bahalkii maxay qoladan waa lala ballamay waa cigtay taagtay. Marka wax meesha ku jira yaan dareenkaas oo usuush ahaan uun ka ogaha mooyaane, laakiin ka garnaq hadda uma aana imaan, ka garnaq uma imaanay. Mararka qaarkood garnaq waa sameeyaa laakiin hadda ka garnaqii waa iga maqan yahay. Laakiin ma dabaaicdaasaan aan labada qol ku kala ogahay oo qolana yacni nooc oo qalabsanaana waa ku ogahay, oo maaratay macluumaad xumo xagga dowladnimada ah waa ku ogahay, taqdiim xumo oo xagga ciidanka waa ku ogahay. Waa dad iska maaratay iska xerowyaala waaye oo waxyaalahaas ma ay qiimeyn karaan iyaga, ma qiimeyn karaan sababtu waxa weeyaan maaratay yacni waa arrin oo cilmi u baahan waa, oo cilmi siyaasi iyo cilmi caskariya iyo kulli waxaas oo dhan waa u baahan yihiin. Waatiin waa maaratay qolo maaratay dagaal oo rankaayaahay ba ahaayeen aan la hadlay qoladii beeshii caydiid iyo qolada rag kuwaayaha oo kismaayo joog. Marka raggii oo dagaal galay waan u tegey, markaasna waxaan idhi bahalkii maxay ahayd warnimiyahow meeshaan, bal maxaa aad meesha aada ku ahaad haysaa haddii haddaad dagaal galaysa adi dagaalkii wayba galeenba. Marka waxaan ihi saddex biraad dagaalami kartaan baan ku yihi khalaas, ilaahay qadarkii saddexdii ugu dhamaato saddex biraad dagaalami kartaan waxay kale ka dambeeyeyba. Marka waxa weeye dadkii maaratay yacni ayaan dhawey xataa nimaa warsado waxaan ku yiri war meeshu sayta, markaasuu yidhi xeer nimankan xeray ku jiraanuu yidhi afarta geesna waa ka xignaa, waa nin ciidankaahu ah afarta geesna waa ka xignaa uu yidhi yacni wax oo maaratay ay hadda ay samayn karaan mar maare. Marka yacni waxyaalaha marka saasoo iska miskiinnimada ahi dabeecadaas maaratay xoogaa qalabsanaantaasa u asala maaqaan hadde waxyaalo kale oo wadaadada ay ku qatalmaanna waa jirtaayo ay is-yiraahdaan maaragta malaa'iga idiin soo degaysana waa ku dareemhayaa inay maaratay fikradda noocaas oo kaleta iyaguna waxyaalo kale isticmaalaan waa maqli jiray
oo waxyaalahan oo maartay faalfaalka iyo wax saasana waa ka maqli jir waagii oo waa maqli jir waxyaalahaas isticmaala marka yani ma garanayo aniga say u fakareen ilaa laakiin sadaajadaas aan akeenayso maartay sadaajadaas yani aad oo dacfigaas xaqi ama siyaasiga ah ama diiniga ah ama maarta wadciga ah ayaa iskaga yara laga yaaba marka ma iyo shacabkaas miskiinka ah oo hadda isagu maartay yani bahalkii maxay hadii laba saalba lagu rido maartay dacfiga ciidan may shacabi ka hor imaan kara maxay ku sameynayaan ma garanayo say u fakareen garanayo adigu ala kulli xaal labadaas qolo labadii qolo yani meesha aan hadda waa qiimeynta iska caamka waa maahane yani ka garnaq ma geli karo ka garnaq ma geli karo qoladaas khaldaneed ma dhihi karo laakiin dabaa'icoodan ka hadlaya oo isku dhaca keeni kara dabaa'icooda keenaya oo qolana maaragtay bahalkii aysan ballanka aysan qiimo weyn ugu fadhinin oo sidii gabdhihii maaragtay igu xiraa igu xoogaydii camala oo soo xira geli ay waa ku dareemhayaan waxa hadda aysan karin xataa inay yidhaahdaan waa yeelina waa iska dhici karta waxaas oo dhan ku aqaana qoladaana hadda wax weeyaan maaragtay yacni qalbsanaan ay u dhasheen iyo mid kale oo maaragtay bahalkii maxay ahayd waxyaala xog la-aanah oo cilmi la-aanah intaba waa ku dareemaya marka isku dhaca marka waa iska sahlan yahay markay saasoo kale tahay waa iska sahlan yahay sida runtaa natiijaduna waa iska sahlan tahay saasoo kale in iskaga imaan karto waa iska sahlan tahay markii hore maaragtay meeshiiba haysteen caynkaas day dhiilaan war inagu mabaadi'inaan maaratay ku taaganna mabaadi'daan waxa weeyaan haddaan wax laga qaban anagu waxaas maaratay hadii markaasay shuruud ay ahay laakiin shuruuddii markii wax lakala qortay oo la wareejiyey waa iska maaratay yani waa iska dacfiga oo lagu wada jiray kamid tahay dacfiga lagu wada jiray kamid tahay maaratay ma xog la-aanta ama cilmi la-aanta ama waxyaalahaas oo dhan waa iskaga badanahay marka qadar allahu maa shaa facal marka intaasan maaratay ka dhihi lahaa ilaahay maahay minkada kale waxaan rabi ahay waxa weeye qofkan haddeed moogta markii saasoo kale ay dhacdo bahalkii dhabarka wareenku ma fiicna oo hadda in oo ama lagu digto ama maaratay marka sabarna allahan siiyo annaga dhanna sabar naaga siiyo ilaahayna maaratay anoo gargaaro wixii khayrna ilaahay maaratay anoo sugo wixii sharana ilaahay naga difaaco saas in la yidhahdo maaratay ninkaad yani gadaalka wareenku ma fiicno hebe isagaa khaldanaadu uma fiicna iyo sida maaratay laakiin yani waxaan ka hadlayaa dabaa'icda laisaga hor imaan kara maahane taqyiimkaas iyo eedayn qolana ma siin karo maana qolana hadda ugama hiilin karo qoladii kale oo maaratay macluumaadka igu yar oo haddaan ogaan lahaa waxa dhacay sidii ay yihiin taqyiimkeedaan heli lahaa waa diyaaraha waa ii sahlanta inaan idhaa qoladaasa ka darnay marka waa sidaas waaye waxaa jirana ilaahay maaratay meel khayr lahaa loogu wada laakiin iska ogaado oo waxa weeyaan waxaanu waa sunatullah dadku waxa gaaladu ku naalooto muslimku kuma naaloon karo arrintaas ogaado waxa gaaladu ku naalooto muslimku kuma naaloon karo sababta waxa weeyaan muslimku ilaahay bay ballan la galay nimankaanuna ilaahay bay ku kufriyeen marka adduunyadooda in loo wanaajiyo waa dhici kartaa hadday maaratay sida ugu roon ay isticmaalaan laakiin nimankaanu maadaama ilaahay ballan ay la galeen ballanka allah hadday ka baxaan baaba aa u dambeeya ballankii ilaahay hadii laga baxo baaba aa u dambeynaya umada weligeen marka gaalkii jidka u qaadaan ku wanaagsanaanayna waxaas wax jira maa haba ka yaabinba sababtu waxa weeyaan waa sidaas qofkii ciddii ballan gashee ballanka ka baxda waa saas waay waa khatar waay ilaahay ballan la galnay ballankii haddaan idhaahno maan nirtan maya ee sida gaaladaan rabnaa gaaladii maaratay ballankii ballan furtay qaabkeediyaan u soconaynaa ayakaan raacayna taas waa lagu jabaaya haddaba waa idiin sheegaan waa lagu jabaaya waana qur-aan waay ha qul huwa alqaadiru calaa an yabcaa calaykum cadaaba min fawqikum oo min taxti arjulikum oo yalbisakum shiican wayudiiqa bacdakum baasa bacd soo maaratay marka waa saas wa wayudiiqa ba-sakum bacda bacd mar haddii ilaahay laga jeesto waxa weeyaan wayudiiqa bacdakum baasa bacd nabigu marka wuxuu yihi ilaah cadaab kor nooga keeni waa laga aqul ilaah hoos nooga waalaga ilaah maaratay yacni baa dad kale balaayo kale hanagu salin waa laga aqbalo ilaah isku kaaya dir waa laga diidoona
ها مرك واساس هذا مرك هنا فوقاني فوقاني وحد بكون قرنيسا حديث كلا كل جرو مارت يعني إن أمامه مارت سدي حيرد الله وقفت إنه نوقف قفتا وحديث كلا وشيء قاعد جرنا بس وقت جي الجون مرك وعلى ما ما يرناي ويا وبنتي هنا لكن غثاء وغثاء السيلاتي حور حور ذات حور عملاتي يقول ذات حوراتي يا ترى المركة يعني هل بليين يو تضرب بقول مية ما قالوا بليين ألمان المسلمين تلقوا شيء قا وحوي يراته ومارت الدفاع هو يليه الملا ماشي الرهبال ودلايا ماشي الرهبال أبو مارت بالك أبو سيد الرهبال قال لي لايا حوله دي القاضي نايا والبربرين نايا خلاص ما خلاص هاي المركة واساس واي أنا قال كي طريق قاضي كنا لون وحصور قلبا مرك إن الإله ونقولنا روم إن الإله ونقولنا روم إن الإله ونقولنا روم وإذا ده ما إله جو جوجنا وايد الله تلينا يا نمي هو مارتي إلا من رضي وتابعه نقولين ورجوج إلا من رضي إلا من رضي وتابع واتقال الحديث كان صحيح مسلم وقرن إسا إله يلا قبقو وحوي يعني من كان قعنتها لغب من كان قعنتها لغب ماشى لغوص عضا ميل ما أهن مال ما أهم ماشى لغو سعودا لمن كان عندها لقب لمن كان لغها لقب لمن كان مدحها لقب واحد يلي ثاني لمن كان جدك لغو سعودي وما هو ينن قه خلا يعني نن وقت جوا ومجيده لكن ما مل كان ينظام كان صومالي ده وحويه جدك إلهي لغو سعودي هو مران كهل الدوانا ما أرت جدك إلهي لغو سعودي وهو ده دم يلاه جوا وحان هذانا ما أرت بهلك محي هاي يلا قارك ودرج قارك سيب هاد لا يمسك مقليني وحويا ما حن معنا لهين ومارتي بالكين معنا لقيه ومارتي مارتي عن أنس عن مالك محيط حتى مرتسور قليني إن الوارتي وحلا قديه مفيع وحان دتك أمضى عن هلوسي عليا جدك إله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.